بقى ايه طيب برضو حاجة رائعة الحقيقة، يعني اكيد من المركز جهد رائع الإعلامي على مستوى يعني صفقات كتير طبعا فاتت الحقيقة. اكيد، يعني زي ما بنتكلم على المركز الاعلامي النادي الاهلي وتقديم الصفقات، انت بتشوف احترافيه يا جماعه، انا بشوف ان هي سو فار عن اي حاجه تانية في الرياضه وفي تقديم صفقات فيما يخص مصر او افريقيا حتى. فكره، رؤيه، حاجات كتيره جدا. قبل ما نتكلم عليها نشوف الفيديو عشان نعرف نقول لكم فين الفكره وفين الرؤيه. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إخوتي وأخواتي الكرام، يعطيكم العافية. الحياة لم ولن تتوقف هنا. من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا. نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق. من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية. خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي. خيال رائع وجميل ورسالة واضحة، تفاصيلها واضحة لأي حد يعي القدر القليل عن القضية الفلسطينية. كلمات الشاعر الفلسطيني الرائع والكبير محمود درويش بتدخل على أنغام على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وبتدخل تسمع بعد كده تشوف فكرة الواقي الخاص بالصحفيين اللي كتير منهم فقد حياتهم وحياة أبنائهم عشان خاطر يوصلوا رسالة القضية، عشان خاطر يوصلوا الصورة، عشان خاطر يخلوك تشوف المشهد، عشان خاطر العالم يتضامن والشوارع تبدأ تغير فكرها، وملايين البشر عبر العالم عرفوا القضية الفلسطينية من خلال هؤلاء الصحفيين اللي النادي الأهلي حب يكرمهم ويوصل رسالة. وهو بيقول خلي المعنويات عالية زي ما قالت الصحفية الراحلة شيرين أبو عقلة، كمية مزيج ما بين المشاعر والرسائل الضمنية المبطنة هي بتوصل رسالة كبيرة جدا. وكمان الصحفي أنس النجار اللي كنا استعرضناه قبل كده كلامه عن النادي الأهلي ومشاهدته لمباراة السوبر، إزاي أنت قدرت تخليه يتكلم وهو اللي يقدم الصفقة، فأنا رأيي في التقديم الأعظم في تاريخ النادي الأهلي لأي صفقة. ولكن عايز أقف عند حتة يعني دي يفهمها كده اللي بيحب يدقق شوية. أنس النجار وهو بيتكلم يا جماعة ما اتكلمش بضمير المخاطب، ما اتكلمش ان انتوا تفرحوا بيه ويحقق انجازات في ناديكم الاهلي او في النادي الاهلي، او يبدا يتكلم ان هو بيخاطبك انت كاهلاوي وهو كفلسطيني او هو كصحفي. لا 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 لا، ده كان بيقول لنا اهلينا نادينا. هنا الراجل بيتكلم وهو بيقدم الصفقة كواحد منك، ودي الرسالة اللي أنا كنت اتكلمت فيها من شوية. احنا مش ناس بتشجع الأهلي، دي رسالة أهل فلسطين، احنا ناس أهلوية كأننا زينا زيك مصري. ده حقيقي، والحقيقة يعني إبداع في الاختيار، الفكرة، كل شيء الحقيقة يتعامل بشكل مميز جدا. بتفق مع فارس، ويمكن اعتقد جماهير او كل جماهير النادي الاهلي بتتفق ان ده اعظم تقديم لاي صفقه حصلت في تاريخ النادي الاهلي. يمكن كنا عندنا اعجاب جدا بفكره ابن بطوطه ورضا سليم واللاعب المغربي ثم مودست والشاي وتقليبه الشاي والاجواء والاغاني المصريه الخالصه الاصيله، ولكن كل ده وطبعا الشبح يعني امام عاشور ودخوله ارض الملعب في مباراه الاهلي وزمالك، او يعني تشبيه ان هو دخل ارض الملعب اهلي وزمالك واختيار مختلف، كل دي كانت افكار وعملت تفاعلات كبيره جدا. ولكن وسام ابو علي فكره يعني عبقريه، فكره نالت استحسان يعني جماهير النادي الاهلي، عملت مشاهدات تخطت 12 مليون مشاهده على منصات الاهلي الرسميه في اول 18 ساعه، وده رقم كبير جدا الحقيقه. اتمنى ان وسام يكون على قدر الحدث، وان شاء الله يكون موفق ويقدم يعني اوراق اعتماده زي ما بقول مع النادي الاهلي، ويكون مشاركه اصيله في تحقيق النادي الاهلي للبطولات. عشان انس النجار وغير انس النجار ووائل الدحدوح وكل الصحفيين
المتميزين اللي يعني بيبذلوا كل غالي ونفيس الحقيقة في سبيل توصيل القضية لإعلام غربي كان يرى من زاوية واحدة فقط لغير. فالناس دي بتضحي بحياتها من أجل أن الصورة تصل حقيقية الحقيقة. فالنادي الأهلي اختار أحدهم وهو أنس النجار. تعالوا شوفوا أنس بقى النجار وبيتكلم عن فكرة تقديمه للفيديو، عشان البعض اللي بيحاول يعني يتحدث بسطحية وسذاجة عن فكرة تقديم اللاعب يشوف أصلا مدى الأثار الإيجابية النفسية على مناضل فلسطيني اسمه أنس النجار. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. شوف، هو خلينا نحكي في الأول عن كواليس هذا الفيديو. نعم. اللي هو مشاهدتنا لمباراة الأهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري. احنا كان يعني كصحفيين أو كأهالي قطاع غزة بشكل عام كان في عندنا ضغط كبير. في احنا في حالة حرب، يعني مضغوطين بشكل كبير. نعم. فخلال الضغط هذا والظلم الواقع علينا والمأساة اللي بنعيشها، كان لابد انه احنا نبحث عن فسحة أمل. صحيح. يعني شوية فرحة ممكن نعيشها. كنت متأكد انه ممكن النادي الأهلي يمنحنا هذه الفرحة من خلال فوز وتتويجه بالبطولة. نعم. رغم انها فرحة قليلة مقارنة بحجم الألم. طبعا هو خروج، بس خروج من الأجواء الصعبة، يعني مش فرحة معنا الفرحة. هي فرحة يعني. أول. بالضبط. نعم. بالضبط. تمام. نعم. هو هذا الكلام. هي خروج من الأجواء العصيبة اللي احنا نعيشها. قل لي أيضا. اتفضل. مشاهدتنا لمباريات الأهلي بالتحديد أو الأندية المصرية بشكل عام، هو الدعم اللي بنشوفه خلال هذه المباريات. نعم. احتفالات اللاعبين أو أعلام فلسطين اللي بترفق بين الجمهور. فهذا بيعطينا دافع كبير وبيحكي لنا إنه العالم مش نسيكم، كل العالم واقف معكم. صحيح صحيح. أنس يعني قل لي كواليس مشاركتك في تقديم أسامة أبو علي، مين اللي تواصل معاك؟ جت ازاي؟ الكلام ده انت اللي كنت مرتبه وحد قال لك عليه؟ لأنها كانت مفاجأة جميلة، وظهور وسام بالعلم الفلسطيني بالشكل ده ورسالة للعالم أجمع الأهلي بعد أن قدم أكثر من قافلة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق، الأهلي بعد أن يعني أصدر عدة بيانات لمساندة فلسطين وغزة وأهلنا، يعني اعتقد اللفته دي كمان كانت اكثر من رائعه، خاصه انها من قلب غزه وعلى لسان وصوت وصوره واحد زي حضرتك اعلامي محترم. نعم. هو اللي صار من بعد ما انتشر الفيديو واحنا بنشاهد في نهائي السوبر، فانا اللي بعتقده يعني انه الاهلي شاف انه في صحف فلسطيني مش نسيت وسط الحرب والقهر اللي بعيشه، فهو كمان ما نسي الصحفي نفسه. نعم. فكان يعني وسام شرف لي انه انا قدمت هذه الصفقه، وممكن بعتبره من اكبر انجازات اللي عملتها في حياتي انه انا قدمت صفقه اللاعب وسام. جت ازاي يا انس؟ يعني تواصلوا معك ازاي؟ مين تواصل معك؟ تواصل معي المركز الاعلامي للنادي الاهلي. نعم. جروب المركز الاعلامي، وضع السكريبت والنص الخاص للتقديم. نعم. وبدات الفكره و نفذنا والحمد لله، يعني طلع شيء ناجح كتير. لحظة كده، وقف معايا عشان الكلمات اللي اتقالت من المناضل الفلسطيني بترد على أي سطحية أو سذاجة. لا، ده مش كده وبس، ده بتخليك متأكد لما يتقالك ارفع راسك فوق انت أهلاوي، ترفع راسك انت أهلاوي. الكلام اللي اتقال ده الحقيقة أعتقد النادي الأهلي محتاج يركز عليه طول الوقت طول الوقت، لان ده بيؤكد الكلام اللي احنا بنقوله ان هو مش مجرد نادي، ده مش مجرد نادي. خليني اقول لك ان انس بيتكلم عن ان النادي الاهلي شاف صحفي مش نسيه، فهو كمان قال له واحنا كمان مش ناسيينك. فكره رد الجميل، فكره ان انت شايف قوي المخلصين ليك، وهو في عز الحرب وفي عز الالام وفي عز النضال محتاج يتابع مباراتك انت. طب يتكلم عن فوز النادي الاهلي يقول لك ايه؟ بيفرحنا. يمكن الفرحه يعني مش هي الفرحه الكبيره بسبب الالام اللي احنا عايشينها، لكن بيخفف عننا الالام. انت متخيل انت بتتكلم في القضيه الفلسطينيه وبتتكلم ان القصه في كوره ورياضه ولاعب بيسجل هدف ولاعب بيصنع بطوله على ارض الملعب بيسعد الابطال الحقيقيين بقى اللي عايشين القضيه بجد، بيرفع وبيخفف عن الامهم. انت متخيل انت واصل لايه؟ انت متخيل ده بيحملك مسؤوليه قد ايه كلاعب في النادي الاهلي؟ انت متخيل هم مركزين قد ايه في التفاصيل؟ لما يقول لك احتفالات اللاعبين، فكابتن شوبير بيقول له، فيقول له اتفضل، يقول له احتفالات اللاعبين وظهور العلم الفلسطيني واحتفالات زي حسين الشحات ب يعني قلاده فلسطينيه، ده ما تعرفش بيساعدنا قد ايه وبيفرحنا قد ايه. فيجي جنب بعض يقول لك يعني هو البوست بتاعك ولا التويته بتاعتك ولا الكلمتين بتوعك هم دول اللي هيحرروا الاقصى؟
يا سيدي شوف رد فعلهم على الناس، شوف مدى رفع معنوياتهم للناس دي. الناس دي هي اكتر حد يقدر يتكلم عن معاناته، هو اللي عايش المعاناه مش انت، هو اللي عايش القضيه مش انت، هو اللي كل يوم بيشوف الموت مش انت. فلما يجي يتكلم لازم تسكت، لازم تلتزم الصمت. الحقيقه مع كل الانجازات اللي بيقدمها انس وغير انس وكل الصحفيين الشرفاء والمناضلين الشرفاء في فلسطين، فتخيل يجي جمله انت لازم تقف عندها، مش هتلاقي تعبير اعلى من انك تقول بس الجمله. لما يقول لك تقديمي لصفقه وسام ابو علي للنادي الاهلي هو من اعظم الاشياء اللي عملتها في حياتي. انت مدرك الجمله؟ مدرك مناضل فلسطيني شايل كفنه على ايديه عشان ينقل قضيه بلده عن طريق الاعلام، عن طريق مايك، عن طريق كاميرا، عن طريق اي وسيله صحفيه او اعلاميه، بيقول لك تقديمي للاعب انضم للنادي الاهلي هو اعظم شيء او من اعظم الاشياء اللي عملتها في حياتي. متهيألي الجمله دي مش محتاجه اي تعليق، لان اي تعليق عليها اعتقد هيكون اقل بكتير جدا 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 من صداها. انا هسيبكم مع الجمله دي وهنطلع فاصل، ولكن بشكر جدا 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 انس النجار على كلماته دي، وكل التحيه والتقدير لكل الشعب الفلسطيني، وزي ما قلت شعب العام وشعب كل عام.